الخير عليكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المروري، برنامج الضوء الأخضر. مثل ما عودناكم في كل حلقة عندنا تقارير تخص عمل مديرية المرور، سواء كان على المستوى الميدان أو على المستوى الإداري لمديرية المرور. مثل ما تعرفون العمل ينقسم إلى إداري وميداني. طبعا اليوم فقرتنا الأولى اللي هي فقرة الأخبار المرورية تخص الدراجات وتخص الأخبار الخاصة بالدراجات، من الفئة المشمولة بالتسجيل، شنو الإجراءات الخاصة بالدراجات اللي ما بها أوراق رسمية. خلينا نروح نشوف التقرير ويا الأخ مقدم أحمد أبو رغيف ونرجع بالتفاصيل. من المواطنين ما يعرفون آلية تسجيل الدراجات ومنو الدراجات المشمولة. أكو قرار تم تعديله لمجلس الوزراء، شنو هذا القرار وشنو راح يخدم المواطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القرار الأخير اللي صدر مجلس الوزراء الخاص بتسجيل الدراجات التوك توك الستوتة دراجة ثنائية المحور، القرار اللي كان سابقا نافذ أنه تسجيل الدراجات اللي داخل أصوليا كتاب تسجيل تصريح جمركية، تعدل هذا القرار، شمل القرار الدراجات الغير مسجلة 40 سي سي فما فوق، غير مسجلة اللي ما تحمل أوراق، اللي ما تحمل أوراق رسمية، يعني غير داخلة بصورة غير رسمية، ما بها لا كتاب تسجيل ولا تصريحة جمركية. نعم. تكون المراجعة كالآتي: يتم مراجعة سائق الدراجة مع الدراجة لموقع التسجيل المروري ضمن المحافظة، محافظة السكن يعني. نعم. جلب مستمسكات الثبوتية، بطاقة السكن الهوية التعريفية، مراجعة الموقع، فحص الدراجة وفق الآلية المتبعة، وبعد ذلك تحويلها للجمارك. الجمارك يثبتوا لها كتاب تسجيل تصريح جمركية ويتم تسجيلها وفق القرار الأخير المعدل. الاستمارة اللي يأخذها من المجمع بفلوس لا مجاني؟ الاستمارات اللي تصرف من مجمعات التسجيل حسب التوجيهات والقرارات اللي صادرة مجانا. نعم. تصرف الاستمارات مجانا سواء كانت لإجازات السوق، سواء كانت لإجازات السوق أو تسجيل المركبات أو تحويل المركبات، أي استمارات تسحب مجانا داخل المحافظات ما عدا العاصمة بغداد. بالنسبة لتسجيل الدراجات فما فوق ال 40 سي سي وضحنا الآلية، الدراجات اللي داخلة بشكل أصولي أو رسمي صادر لك كتاب تسجيل وتصريحة جمركية، يتم الآلية تكون كالآتي: مراجعة المواطن موقع التسجيل المروري حسب بطاقة السكن مع جلب مستمسكات الثبوتية، هوية وبطاقة السكن، سحب استمارة، تسجيل مركبة أو دراجة لأول مرة، بعدها التوجه للفحص وسحب قرص الجمارك للدراجة والتأكد ومطابقة قرص الجمارك مع الدراجة والتأكد من الشاصي، بعدها يتم تدقيق المركبة في حاسبة الانتربول وبعد ذلك الغرامات والسرقات، بعدها يتم التوجه للحسابات لتقليل الروتين عند كاهل المواطن. زين، تم التوجيه بأن الرسم يكون داخل موقع التسجيل، الرسم يكون كالآتي: داخل موقع التسجيل الرسم بدون صك بالنسبة للدراجات فقط، أما المركبات لا بصك. يتم مراجعة المواطن قسم الحسابات بالنسبة للدراجات النارية ثنائية المحور، يكون الرسم كالآتي: بوصلين محررين، الوصل الأول 139 والوصل الثاني 25. أما الدراجات الثلاثية المحور اللي هي التوك توك، الوصل مالتها يكون 239 ب 25. نعم. كذلك اما الوصولات محرره. بالنسبه بعد ذلك بعد اكمال الحسابات نهائيا اي رسم يدفع هذا الرسم. فقط هذا الرسم. يبقى رسم اخر هذا خارج الرسومات وهو رسم العقد. بعد ما اكمال الرسوم يتم التوجه للمكاتب المخوله رسميا وابرام عقد مع الشخص البائع سواء كانت شركه او شخص طبيعي مستورد طبيعي. نعم. بعدها يتم المراجعه للموقع، اخذ الاعتراف بين الطرفين البائع والمشتري او وكيل البائع قانونا، وبعد ذلك يتم تسجيل الدراجه داخل الموقع. هاي الاجراءات ايش كم يوم تكمل؟ هذه الاجراءات يعني ممكن ان تكون تكمل بنفس اليوم. نفس اليوم اذا كان حضور المراجع من وقت مبكر للموقع. نعم. تكمل بنفس اليوم يعني، وإجراءات جدا بسيطة وحسب التوجيهات اللي صادرة من المراجع تسهيل مهمة المواطنين ومراجعة. أعزائي المشاهدين، هذا التقرير اللي شفتوه هو خاص بالدراجات بكل أنواعها. أحب أنوه فقط على موضوع معين اللي هو الدراجات الصغيرة اليوم اللي موجودة عندنا بمسميات مختلفة،
اللي ما بيها أوراق رسمية وكتاب صادر من الجمارك، راجعوا. هذه الفترة هي فرصة استثنائية منحها مجلس الوزراء الموقر لهاي الفئة من المجتمع حتى يسجلون دراجاتهم. بعد هاي المدة ما راح تقدرون تسجلون الدراجات، المدة كل ما تقرب على الانتهاء راح تشوفون اكو زخم داخل المجمعات. حاليا ترويج المعاملات شكل اعتيادي، الحركة طبيعية بالانجاز للمعاملات، فنتمنى انه تراجعون تاخذون كتاب مجاني باتجاه الجمرك اللي هو مثلا على سبيل المثال في كربلاء المقدسة. تاخذ كتاب من المرور، تروح للجمرك، تفحص الدراجة مالتك وتدفع شنو عليها رسوم، تقمرقها وينطونك كتاب، وهذا الكتاب من يوصل للمرور راح تقدر انت تسجل الدراجة مالتك بشكل اعتيادي وبشكل طبيعي. الرسوم اللي مفروضة عليها في مديرية المرور مثل ما سمعتوا هي 154 ألف دينار فقط، يعني ماكو تدفع صك وتجي، لا صارت كلها تدفعها داخل الرسوم، يعني داخل الرسوم اللي موجودة بداخل المجمع. نتمنى انه تستفادون من هاي الفترة، واستفاديتوا من هذا التقرير. راح نروح انا وياكم الى فاصل قصير ونرجع لكم بفقرة ثانية ارشادية، فانتظرونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ونكمل فقرات برنامجنا لهذا اليوم. طبعا الفقرة الثانية هي فقرة الإرشادات المرورية. نزلنا استطلاع في داخل الشارع وشفنا الأخوان سائقي المركبات، سألناهم عن علامة معينة بالعلامات المرورية، شفنا رأيهم ومعلوماتهم اللي يحملوها من ثقافة مرورية. خلينا نروح نشوف هذا التقرير شنو محتوى وشنو العلامة اللي عرضناها على سائقي المركبات. يعني كيلومتر العلامة سرعة. شنو معناها؟ اعطيني معناه. ما السرعة شنو يعني؟ يعني هذا شارع داخلي فتمشي أكثر شيء 35 كيلو. ماشي ممنون. سهلا. هاي العلامة شنو معناها؟ العلامة؟ ايه. والله ما أعرف. ألبس حزامك. جيد. هاي العلامة شنو معناها؟ هاي الاستدارة؟ ايه. شنو يعني؟ استدارة. استدارة؟ اي. موفقين ان شاء الله. رحم الله والديك. سيارتك حمل؟ اي حمل. وهذه العلامة خاصة بسيارات الحمل؟ اي. ما تعرفها؟ لا والله. عندك اجازة سوق؟ اي. جيد، عاش ايدك. رحم الله والديك. هاي العلامة شنو معناها؟ ارتفاع جسر او مشاغات او جسر الحبور. يعني ارتفاعها 3.5 متر. شنو يعني؟ الحمل حد السيارات العالية مرتفعة. نعم. حدها إذا أقل أكثر من 3.5 ما تفوت. يعني ممنوع. ممنوع. أنا قل لي ممنوع. ممنوع ممنوع. جيد، عاشت إيدك. الله يخليك. شكراً جزيلاً. أهلاً وسهلاً. الله يخليك. هاي العلامة شنو معناها؟ ممنوع الارتفاع أكثر من 3.5 متر. موفقين إن شاء الله. الله يخليك. شكراً جزيلاً. هاي العلامة شنو معناها؟ ما تعرفها؟ وشو سيارتك؟ حمل. حمل؟ زين. عندك اجازة سوق؟ عندي اجازة. مختصة بيها؟ اي. عاشت ايدك، موفقين ان شاء الله. هاي العلامة شنو معناها؟ هذا العلامة انه الحد الاعلى لهذا الجسر اتوقع 3.5. جيد، موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. عندك اجازة سوق؟ انا عندي. موفق ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلونكم حجينا؟ تاجرات. رجال نزل لي الجامة شوية. خدمتك انا. عاشت ايدك. هاي العلامة شنو معناها حجي؟ هاي العلامة؟ ايه.
هذا تقاطع. زين موفقين ان شاء الله. هاي العلامه شنو معناها؟ هاي معناها يعني قد 3 امتار ونص وقف. شنو؟ قد 3 امتار ونص وقف. جيد شكرا جزيلا حبيبي الغالي الله يسلمك. هاي العلامه شنو معناها؟ شايفها بالشارع؟ لا والله ما شايفها؟ لا. زين شنو معناها؟ اعتبار تسائق لازم تعرف العلامات. اي نعم صحيح. مو؟ بس ما شايفك علامه يعني. جيد. أيوة. موفقين ان شاء الله. تسلم لي. طيب جزيلا. الله يحفظك. هذه الورده. هاي العلامه شنو معناها؟ دار التوقف يعني المكان صحيح؟ طبعا شكرا لكل الاخوه سائقي المركبات اللي عرفوا هذه العلامه وشنو معناها. طبعا يا اخوان هذه العلامه هي علامه مانعه يعني موجوده شاخصه مانعه في الشارع. شلون شكلها شنو تفاصيلها خلينا نشوفها على الشاشه ونشوف شنو الشرح الخاص بها لهذه العلامه اللي امامكم. هي علامه شاخصه مثل ما تشاهدوها، الشاخصه المقصود يعني مربوطه على عمود اللي تشاهدونها هي علامة دائرية. أي علامة دائرية بهذا الشكل هي علامة مانعة، اللي بداخلها هو يحدد لك نوع المنع. هاي العلامة بالتحديد تحدد لك أنه الارتفاع هو 3.5 متر. شلون تعرفها أنه هاي خاصة بالارتفاع؟ بهذا المثلث اللي موجود بيها، أكو مثلث فوق الرقم ومثلث جوا الرقم. هذا المثلث بالتحديد هو يحدد لك نوع العلامة اللي أمامك. أكو نفس العلامة طبعا مشابهة إلها يعني تحدد لك نوع السرعة، والأكو علامة أخرى تحدد لي نوع العرض مال يعني العلامة أو مال هذا الشارع، تحدد لك هذا الشارع العرض ماله هالقد. فبالإمكان أنه أنت يعني تشوف العلامة وتعرف يعني حجم مركبتك وتدخل بهذا الشارع. هذه العلامات اللي أمامكم اللي كانت هي علامة تحدد لك الارتفاع الخاص بالمركبة. دائما اصحاب المركبات الحمل حتى لا يشيلون حمولات اكثر من المقرر، بعض الاماكن المجسرات العلامات الارشاديه او العلامات اللي موجوده في الشارع اللي بالعرض امامكم فيكون بها ارتفاع معين لشارع معين. فنتمنى انه استفادتوا من هاي المعلومه اللي هي تخص العلامات المانعه. اعزائي المشاهدين راح نترككم مع فاصل قصير ونرجع لكم بفقره مهمه وهي فقره الحوادث المروريه، فانتظرونا. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من الفاصل ونكمل فقرات برنامجنا لهذا اليوم. طبعا عندنا حادث مغاير ومختلف، وإحنا دائما نكرر ونعيد الحوادث اللي دائما نشوفها في التقاطعات اللي سببها إشارة وعدم الالتزام بالإشارة الضوئية. طبعا خلينا نشوف أنا وياكم الحادث الافتراضي اللي صممنا لكم إياه وبعدها نرجع لكم بالحادث الحقيقي. تابعونا. أعزائي المشاهدين هذا الحادث الافتراضي اللي شفتوه هو صممناه عبارة عن حادث حقيقي. خلينا نشوف الحادث الحقيقي شنو الحادث وشون صار وشنو مجرياته. أعزائي المشاهدين هذا الحادث اللي لاحظتوه هو في أحد التقاطعات في كربلاء المقدسة، مع الأسف بحالتين. الحالة الأولى اللي هي عدم الالتزام بالإشارة الضوئية من صاحب المركبة، الحالة الثانية اللي هي يعني من سبب الحادث لاذ بالفرار. طبعا هذا الحادث اللي أمامكم هو مثل ما شاهدتوا الإشارة كانت لهذا السايد، هذا السايد اللي هو خروج من المركز المدينة باتجاه أعزائي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ضوء أخضر.
أشكر أخي وزميلي مقدم البرنامج رياض الحمداني اللي من خلاله نقدر نوضح تفاصيل بعض الحوادث، اللي نأمل من خلال هذا الشرح التوضيحي زيادة وعي ومعلومات إخواني مستخدمي الطريق بغية تلافي مثل هكذا حالات. احنا نعيد ونكرر على موضوع التقاطعات في كربلاء وفي كل المحافظات. إخواني، التقاطعات اللي تعمل بإشارة ضوئية هي تقود حركة السير. سائق المركبة ملزم بلون الإشارة اللي موجودة إليه، والمصمم من وضع اللون الأحمر اللي خلاه توقف، واللون البرتقالي اللي خلاه لتهيئ سائق المركبة، وانطى اللون الأخضر للانطلاق مو اعتباطا من خلوه هذا اللون البرتقالي. اللون البرتقالي خلوه، أنت إذا كان اللون لك أخضر أنت راح تتوقف، لأنه المسافة اللي راح تقطعها بالتقاطع راح يكون التقاطع الثاني مفتوح باتجاهك، وهي هاي ما صارت. الحادث اللي مقطع الفيديو اللي شفتوه، الطرفين كانوا بهم مسببين. يعني إذا نرجع لبداية الحادث، سائق أخويا سائق الدراجة لو كان واقف في هذا المسار الصحيح اللي هو ما قبل منطقة العبور، وانفتح عند الضوء الأخضر، أنا متأكد ما كانت، رغم أنه هذا الشخص هو المقصر طبعا، ما كانت المساحة كافية أنه يصير الاصطدام. وراح أرجع وعيد فتحالة هي صارت بالحادث هذا، هم الطرفين بي لهم نوع من التقصير، لكن هذا الشخص مقصريته أكبر لسببين. السبب الأول، أنه الأسبقية خلاص أصبحت مؤلة، لأنه هو اللون البرتقالي اشتغل عنده واللون الأحمر هو استمر بالمسير، وهي هاي الحالة عد أغلب من الحوادث اللي يصير، أغلب السائقين اللي يصير عندهم هيش حوادث هو سببها أنه يريد يلحق على التقاطع بالثواني الأخيرة، وكأنما هاي الثواني الأخيرة ما أعرف شنو اللي راح يسوي بيها. على العموم، الضوء اشتغل عندك برتقالي، انت ملزم تتوقف مسير، لانه السير البرتقالي من شغل عندك راح ينفتح هنا، يتهيأ هذا للخروج بالمسار. اخويا التقاطع 90 ثانية ترى، يعني ما راح يغير عندك فتشي. هذا سائق الدراجة احنا شفناه بدأ يتقدم لهنا، بدوا السائقي المركبات اللي خلفه بدوا يتحركون، خلاص هو طمن انه السير اله. من وصل لهنا اجا سائق المركبة هذا بسرعة فائقة حتى يلحق على الثواني الاخيرة، ضربه، من ضرب السيارة هذا طلع، طبعا دراجة انقلبت وسائق المركبة اجى لهنا. سائق السيارة الاستيشن، انت من ضربته هذا اخوك، انت ما متقصد الضربة، هو حادث وصار قضاء وقدر، انت ليش طلعت قبل؟ زين انت ما فكرت هذا شنو اللي صار له وانت مسبب بالحادث؟ اوقف يا اخي على جهة، اسعفه باتجاه المستشفى. أنا خبرتكم إخواني، هذا الشخص بدأ يتقدم، كان وقوفه هنا، وهذا راد يحاول إنه الثواني الأخيرة يلحق حتى يعبر التقاطع، وهاي الثواني هي مشكلة سائقي المركبات بالحوادث. أنت صار الاصطدام بهاي الصورة، سائق المركبة هذا غادر إلى جهة مجهولة باتجاه تقاطع ساحة المصلخ أو باتجاه منطقة الملحق. يا أخي ليش ما وقفت لأخوك هذا؟ أنت تصور هذا أخوك وبهاي نفس الحالة، تعوفه بالشارع هيك مرمي وتروح، والحمد لله هو اصابته ما كانت جدا بليغه فضل الله، غادر الى جهه مجهوله. زين انت نسيت انه المنطقه كلها بها كاميرات، مو انت هيك راح تسبب مشكله اكبر، انت هسه سببت مشكله اكبر، مشكله انه انت سببت بحادث، والمشكله الثانيه تركته وانهزمت الى جهه مجهوله، وانت ما تروح الى جهه مجهوله، المنطقه كلها بها كاميرات والمركبات كلها بها ارقام، والعائديه بسهوله انه تحصل على عائديه المركبه وخلص، هي مجرد اجراءات قانونيه راح تجي، وما راح يتعاون وياك لا الشخص المصاب ولا القضاء ولا المركز ولا المرور، لان انت ارتكبت حادث وارتكبت مخالفه اكبر منها اللي هي هروبك الى منطقه مجهوله اللي انت تظن انه هي مجهوله. أنا أهيب أخواني مستخدمي الطريق، أخواني في حال حدوث أي حادث اصطدام، يا أخي توقف، أسعف زميلك، أسعف أخوك، أسعف الشخص هذا اللي كان بالطرف الثاني وياك بالحادث، لا تركه وتغادر إلى جهة مجهولة، ما تضيع لا على القضاء وعلى القوة الأمنية ولا على إخواني في مراكز الشرطة وعلى المواطن. أنا أتحمد للسلام الأخوي سائق الدراجة، وهي بإخواني مستخدمي الطريق من سائقي الدراجات. إخواني لا تعبر الخط الفاصل اللي قبل عبور المشاة، إحنا هدفنا حمايتك.
الضوء البرتقالي ونهاية الضوء الأحمر. إخواني مستخدمي الطريق للكل، دراجات، سيارات، إخواني التزموا به. هاي الثواني ممكن تسبب حوادث، والحوادث الجسيمة اللي تحدث واللي بيها وفيات وإصابات هي السرعة الفائقة لمستخدمي الطريق، وهمهم أنهم راح يعبرون الشارع وهم ما يعبرون الشارع، خصوصا أنه مدينتنا بها الكثير من الدراجات، وهذا هاي مشكلة حقيقة. مشكلة أنه العبور لهذه الدراجات يكون سرعتها تعجيلها أكثر من السيارة، وبالتالي هاي الحوادث اللي يشوفوها. أنا أعتذر للإطالة منكم ومن أخويا مقدم رياض. المعالم واضحة والمقصرية واضحة. أتحمد السلامة مرة أخرى لأخويا المصاب، وأشكر زميلي وأخي رياض الحمداني. أترككم مع الاستوديو في أمان الله. شكرا لك أخويا مقدم مهند الحسيني على هاي المعلومات وهاي التفاصيل اللي انطيتنا اياها. طبعا قبل لا أكمل ما ابتدى به أخويا مقدم مهند، راح تلاحظون أرقام الهواتف أسفل الشاشة، اللي يحب يتواصل ويانا عنده سؤال استفسار يخص عمل مديرية المرور العامة، يخص الدراجات النارية، شنو الأنواع اللي مشمولة، شنو الإجراءات اللي مطلوبة من عندك، تقدر تتواصل ويانا وإن شاء الله نقدر نجاوبك ونقدر نوصل إلى النقطة والفائدة اللي أنت تحتاجها. طبعا بالنسبة لهذا الحادث وفي كل التقاطعات، دائما نقول التقاطعات اللي تعمل بالإشارة الضوئية، التقاطعات اللي تعمل بالإشارة الضوئية هي ملزمة بالإشارة الضوئية كل سائقي المركبات. بالنسبة للإشارة هي الحد الفاصل باحتساب النسب اللي موجودة، سواء كانت إشارة رجل المرور أو الإشارة الضوئية. هنا راح تكون الإشارة باللون الأحمر، راح يتحمل النسبة 100% صاحب المركبة اللي هو ما التزم بالإشارة الضوئية. فمثل ما لاحظتوا بهذا الحادث اللي أمامكم قبل قليل، أنه صاحب المركبة بالثواني الأخيرة من انطلق اللون الأحمر هو كل ظن أنه يقدر هاي الدقيقة الثواني تقدر تعبر بها التقاطع، فإحنا نقول لك لا، مو صحيح، هذا التصرف كان خطأ من قبل سائق المركبة ويتحمل النسبة. والخطأ الأكبر حين ما ترك المصاب بالشارع وانهزم. هنا يا أخوان الكاميرات موجودة، راح ترصد أرقام المركبات، وبالإمكان أنه إحنا يشتكي صاحب الدراجة وصاحب الحادث، وهنا راح يجيبون رقم المركبة ونقدر يتوصلوا لك الأجهزة الأمنية. فلا تتصور أنه أنت بهذه الطريقة أنه انهزمت أو ما حد مشافك أو هذا الإجراء اللي سويته صحيح أو ينحسب لك. طبعا عندنا اتصال أول ونقول ألو. رحيم من ذي قار، تفضل أخ رحيم. رحيم تسمعني؟ اسمعني من التليفون مباشر او في التلفزيون. سمعك استاذي، سلام عليكم. تفضل بخدمتك. عليكم السلام استاذي. انا بياكل اي استاذي. اسمع 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 استاذي. ذاك الاسبوع اني على نفس البرنامج قلت اني مسوي حادث يوم 28 شهر الثامن، زين، والحادث كان هو اللي تارك شوية الدراجة. وأهل المتوفي يوم 11 بهذا الشهر، نعم، عارفوا المخطط والنتيجة لحد هذا اليوم أي نتيجة بالنسبة لعارف. رحيم أعتقد اللي كان الحادث مالك بالديوانية. بالضبط بالضبط. أنا المشكلة أنه رقم تليفونك أنه إحنا فقدناه، ردنا نتواصل وياك بعد البرنامج. ان شاء الله هسه الاخوان ما راح يقصروا، راح يقرا رقم تليفونك وانا اخليك تتواصل مباشر ويا ضابط الاعلام مال الديوانيه. خدمتك. هاي شغله استاذ، الشغله الثانيه مهم جدا. زين، الحادث اللي صار انا بقل الشخصين ساعه كامله، ماكو واحد يشيلهم، كل الناس تخاف يقول لك انا اشيله اكل. لو الصوت. فواحد توفى والثاني بقى. اجت الاسعاف تشيل شخص والشخص الثاني حي هم لا ما شاء الله، يقولوا ما من حقنا نشيل اثنين، نشيل واحد. وهذه ظاهره يعني بهيج حاله نفقد ارواح وناس اعزاء علينا الله. نعم. اللي عرفت مثلا اللي ينفذ له الحادث، ما دا اسمعك، الحادث شنو بيه؟ اثنين هم، واحد توفى واحد بس ورا ساعه كامله اني بالشارع، ما حد يقبل يشيل، صاف الناس يقول لك اشيله ابتلي، اقول لهم عمي انا ابو الحادث، الناس خافوا يقول ابتلي يعني. بعدين اجت الاسعاف. الصراحه انوه انا بخدمتك. اي والله اجت الاسعاف شالت شخص وعافت الثاني، قالوا والله احنا من حقنا نشيل شخص واحد مثمن، على ما راح اوديه للمستشفى ورجع اتوفى الثاني.
عشان استاذ. اي والله العظيم ماشي اسرح انوه عنها بخدمتك، انا الممنون. ويا ريت استاذي هذا القرار. شكرا لك، ممنون جدا. حسين من واسط، تفضل اخ حسين. رحم الله عليك استاذ العزيز، الله يحفظك الله يخليك. كل هلا بيك يا هلا مرحبا، تفضل عيوني. رحمه لابو، كان عندي تريلا رقم حرف طالع ورقمها 59 بدايته، فهاي لها ضباره بالمرور وما لها شبيهة؟ لها ضباره بالمرور، يقولون ما لها ضباره الحرف طاء. ليش ما لها ضباره؟ شنو السبب؟ شو رقمها يا محافظه؟ محافظه بغداد، هي يعني شلون دخلها على البصره. راجعت انت شعبه الاضابير؟ والله احنا جماعه راحوا راجعوا بالحرف طاء، يقولون ما لها ضباره. انت مالك علاقه بالجماعه، هسه راح اجاوبك انا بخدمتك، ممنون. زين بعد سؤال ثاني رحمه لابو، كل خدمتك تفضل تفضل. زين اللي السيارات الشمالي وتحولت جنوبي مثلا على حولناها الواسط، عندي نعم سياره شماليه وحولتها على محافظتي. ايه هاي يعني خوما بها مشكله غاد بالشمال، عاد اروح غير الشمال. نعم هسه راح اجاوبك عليها بخدمتك. الله يخليك الله يحفظك يا عيوني. ممنون. احمد من كربلاء. السلام عليكم سياده المقدم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يرضى عنك. تفضل حبيبي. عندي موضوعين الله يرحم والديك، اتمنى انكم نعم تعطوني الوقت. يعني الموضوع الاول، الموضوع الاول اذا يكون حادث بالشارع وتلقى رجل او مراه بالشارع صارت بسياره ويجي واحد يقول له سوي هالوجه لله ودي اشيل هذا الشخص، ادي اشيله وديه المستشفى او وديه مركز شرطه مباشرة رأسا يعتقلوه وذبوه جوا بالسجين ويبقى انه انت مسوي الحادث، يا ابا انا والله لقيته بالشارع، انا كذا صار موقف قدامي وانا اللي جبته وهذا انهزم اللي ضربه، لا يبقى له اربع ايام خمس ايام اسبوع بالسجين، ذيك الساعة ما تثبت يثبت الحكي انه ما بريء يلا يطلع. نعم الناس تنهزم من هذا الموضوع، واتمنى يصير تنسيق بين المرور وبين الشرطة. هاي واحد. هاي واحد. اثنين، احنا منطقة طويريج عندنا شارع نعم يربط بين قضاء طويريج وقضاء السدة. هذا شارع حيوي وسيار بغداد جاي يروح ويجي عليه. عندنا مدرسة نعم على الشارع، مدرسة بثلاث مدارس، يعني إعدادية ابتدائية متوسطة. تعداد طلابها 900 طالب من نعم إعدادية متوسطة ابتدائية. هذه كل سنة جاي يصير عندنا حوادث وجاي يصير عندنا أطفال جاي تروح أبرياء من وراء السيارة وبالسرعة. أطالب من عندكم ومن المحافظ من مدير مرور كربلاء المحترم ان يسوون لنا مجسر يعبر الشارع ويعبر الجدول اللي هو جدول الكفل، منطقه الجبوره البقريده قضاء طويريج مدرسه السيد الانام ومدرسه التفاؤل والاعداديه والله ما اعرف اسمها لحد الان. نتمنى انه الجسر مال مشات يعبر حتى نخلص من هذه الحوادث من هاي الاطفال. خدمتك هسه راح اجاوبك. شكرا لك، ممنون حبيبي، كل الهلا بك. عندنا الاخ ليث من النجف. غير اكمل استاذ؟ تفضل حبيبي تفضل، تعال هو مباشره يا خليل. ايه فهم من شهر 12 هذا الرقم استبدلوا لي اياه. ليث شنو مشكلتك؟ انت على الهواء مباشره ليث. اسمعك استاذ. انا نعم تفضل حبيبي. رقم سيارتي حمل. نعم. بابل. من شهر 12 لحد الان بدون ارقام، بل تخابرون مديريه المرور يعني قل مديريه المرور العامه ببغداد يعني لحد الان احنا بدون ارقام، ما كنت ترى يعني معنا اول مره نشوفها احنا من شهر 12 لحد الان بدون نعم ارقام احنا. زين هسه سجلتها هاي بخدمتك يعني. خدمتك ممنون الله يسلمك. مشكور استاذ. شكرا لك اخ ليث. عندنا اتصال اخر، عبد الباقر من بغداد. اي عبد الباقر. تفضل اخوي. علوان. تفضل عزيزي. رحم الله والديك. تفضل ابوي. السلام عليكم. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا بيك، هلا بالحج. تفضل ابوي. انا عندي سياره موديل 95 ليلى عيوي. ايه رحت اطلع اجازه مال ستوك، يعني مو الاجازه يعني السنويه مالتها تجديد سنوي. رحت اطلع السنويه مالتي، طلع عليها موديل شو اسمه عليها غرامه، مو غرامه مسوينها 4 سلندر، هي 6 سلندر. عندي جروز ليلى علوية. نعم. عرفت؟ حتى النوم يجوني
لابو غريب ما ادري وين بحيره وين اروح شنو هي زين هسه راح اجاوبك حجي بخدمتك هسه راح اجاوبك مدير 95 هسه راح اجاوبك شنو سوى حجي مشكور خدمتك ابويا تو امر امر حسين من كربلاء السلام عليكم عليكم السلام يا اهلا ومرحبا هلا اخوي اهلا استاذ حسين عمر عندي سياره دخلتها بال 2020 تقريبا نعم طبعا انا شخص جاب لي اياها باسمي من الامارات اللي هنا فهو بعد كل عليه فاستلمتها هسه قبل تقريبا شهرين هيك بعتها فمن بعتها قالوا يا انت عليك جمرك قال عدان شلون دخلت شلون رقم اسمه خبرت اللي جاب لي اياها قال لي كان اكو خصم 25% يمكن سووا تخفيض نعم ورجعوا شالوه زين شنو يعني ما اعرف هسه راح اجاوبك عليها اي والله رحم الله عنك ماشي بخدمتك ممنون شكرا عندنا اتصال اخر اخ ابو فاضل من الديوانيه اهلي وياكم السلام عليكم حبيبي عليكم السلام ورحمه الله تفضل عزيزي حبيبي عندي ملاحظه كلش مهمه وهي انه خدمتك امر الشتوتات اصحاب الشتوتات واصحاب الدراجات نهائيا نعم. نهائيا ما يلتزمون بالاشاره الضوئيه نهائيا وسبب المشاكل طبعا هم وامام صح. امام انظار الاخوان المرور بس لا حول ولا قوه لهم مو لا حول ولا قوة ولكن اكو بيها مشكلة هي هاي موضوع الدراجات يعني احنا اذا نجي اذا نتناقش هسه انا وياك موضوع نعم. الدراجات احنا كمرور رجال مرور بصورة نعم. عامة نعم. نفرض الغرامات على الرقم اللي موجود بالدراجة او بالمركبة هذه نعم. الدراجات اغلبها دخلت بشكل مو قانوني هسه نعم. الدولة قررت بعد ما يعني وزارة الداخلية مشكورين ومتابعة من قبل السيد مدير عام المرور وصلوا نعم. إلى حل أنه هذه الدراجات راح تترقم تم إيقاف الاستيراد لمدة 5 سنوات نهائيا لأي نوع من أنواع الدراجات منعوا تصنيع الدراجات بداخل البلد إن شاء الله يعني بعد ما تنتهي هاي الفترة اللي هي يوم 10/12 بهاي السنة يعني نعم. بعد شهرين راح تنتهي هاي الفترة مال الدراجات ومشكلتها اللي بيها اوراق تترقم واللي ما بيها اوراق يروح للجمرك يطلع اوراق ويرقمها انطوا اعفاء لهم بهذه الفتره فخلال هاي الشهرين ان شاء الله بعدها راح تشوفون اكو اجراءات بكل المحافظات تختلف عن السنوات اللي مضت احنا بالسنوات اللي مضت كضابط مرور اليوم انزل للشارع ما اقدر افرض غرامه عليها ليش لان هي ما بيها لوحه انا افرض على اللوحه لا. المشكله هنا كانت هسه ان شاء الله بعد هاي الشهرين راح تشوفون اكو تغيير كبير بهذا الموضوع عندنا الاخ نور من النجف السلام عليكم تفضل عزيزي شلونك سيدي بعد قلبك يا هلا ومرحبا تفضل عيوني السؤال الدراجه نعم. اللي حجمها 60 يعني هاي اللي سرعتها 60 هاي مشموله بالتسجيل نعم. ولا لا نعم مشموله زين شنو اجراءاتها يعني هسه راح اجاوبك عليها اللي سهولة الزبان نعم هسه راح اجاوبك عليها ماشي راح اوقفك سيدي تمام هلا بالورده عليك مرحبا عندنا سؤال اخر عفوا اكو سؤال اخر اكو متصل لا والله الاخ خضر من نينوى اي نعم اهلا وسهلا بك وكل اهلنا في محافظه الموصل تفضل حياكم الله يعزكم بارك الله فيكم يا هلا مرحبا الله يخليك استاذ انا عندي اوبترا 2005 نعم مال مؤسسه وهذه السنه من السوق بسنه 2013 زين لسه ما اقدر اديرها باسمي لانه صاحب الحقيقي شو اسمه ما اعرف يعني يقول لك محافظه كركوك او صلاح الدين يعني حاير معي السياره لا اقدر ابيعها ولا اقدر اتصرف فيها ولا اقدر اتصل ولا اعرف عنوان الشخص ما اقدر اتصل فيه يعني حاير بالسياره هاي فممكن الحل المالك ما تعرفه؟ لا ما اعرفه. ماشي هسه راح اجاوبك عليها بخدمتك. خادم ربك رحم الله والديك. شكرا لك ممنون، الف هلا. عندنا الاخ حسين من محافظة النجف. تفضل اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ كل الهلا بيك يا هلا مرحبا، تفضل عزيزي. سؤالين. نعم، الأول. السؤال الأول أنه صورت سيارة قبل فترة. لهون نعم. داي موديل 22 زين
رقمتها بغداد، انطوني سنويه وفحص وهز كذا. الان وصلنا مرحله انه لوحات ماكو، قبل فتره تغرمت زين. انا شنو ذنبي تغرمت على انه لوحات ماكو؟ ليش؟ نعم، لان طباعه ماكو لوحات زين. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هو موضوع المركبات اللي تحمل لوحات كركوك. نعم، اللي فاحصين مبدئيا وما دافعين الجمرك، يعني هذا كفد اجراء من مديريه المرور العامه. هم هسه راح اجاوبك عليها. اشكرك اشكرك، خدمتك ممنون. نعم. طبعا شكرا لكل الاخوه اللي اتصلوا حاليا. نكتفي بهذا القدر من الاتصالات، راح نروح فاصل قصير جدا ونرجع لكم ونجاوب الاسئله ان شاء الله كل من حسب السؤال اللي قدم لنا اياه. فانتظرونا فقط الفاصل القصير، الاسئله والاجابه عن الاسئله. طبعا الاخ رحيم من ذي قار، ان شاء الله رقم تليفونك موجود، هذا راح نتواصل انا وياك. يقول اكو عندنا مشكله اللي هي مشكله المصاب ما حد يقبل يشيله. يا اخوان يا اعزائي يا ساقي المركبات جميعا في كل المحافظات، طبعا موضوع نقل المصاب هذا واجب شرعي امام رب العالمين انه انت تنقذ هاي الروح. فالشخص المصاب ممكن انه يعني طريقه وصول الاسعاف له تتاخر، فهنا انت تكون سبب بانقاذ هذه الروح هاي اولا. اما بالنسبه للمركز المختص اللي بمركز الشرطه اللي في المستشفى، بالامكان انه يكون هناك يا اما شهود يا اما سائق المركبه اللي سبب بالحادث يكون وياك، يعني احد المصابين يكون واعي وما به مشكله. هنا أنا راح تقدر انت يعني اصحاب المركز وبيها توجيه طبعا من القضاء، مجلس القضاء الاعلى وجه ضباط التحقيق بهذا الخصوص انه اللي ينقل المسعف. عندنا طبعا ندوات كثيره جدا لمديريه المرور بالتنسيق مع شؤون العشائر وقيادات الشرطه واعلام الشرطه بهذا الخصوص حول الاسعاف واسعاف المصاب اللي موجود. طبعا الاخ حسين عندنا من واسط يقول تريله حرف طاء. يا اخوان نصيحه لكل سائق مركبه عنده سياره رقمها محافظه معينه مو نفس محافظته، لا يعتمد على الاتصال حتى اذا كان شخص بالمرور، لا تعتمد عليه. اليوم ممكن يظل المعلومات يعني والتفاصيل عنك، ممكن يتعاجز ما يروح يشوفه ويقول لك مو موجوده، ممكن انه يقول لك موجوده وهي مو موجوده. فانت اعتمد على نفسك، انت روح للشعبه المختصه اللي هي شعبه القيود وتاكد بنفسك. هنا ابو الموظف اللي موجود راح يطلع لك الاضباره ويشوفها، واذا ما موجوده يسوي لك تأييد انه هي مو موجوده، حتى تروح للجان او تروح تقابل السيد مدير عام المرور يوم الثلاثاء وتكمل اجراءات قانونيه بهذا الخصوص. اما السيارات الشمالي اللي احنا تم تحويلها الى محافظاتنا بكل المحافظات ما بها اي مشكله قانونيه، تم يعني ترقيمها بارقام خاصه بالمحافظات وحاليا تتجول بشكل اعتيادي وتروح الى محافظه كردستان بشكل طبيعي ما بها اي مشكله. الاخ احمد من كربلاء هم ايضا ضاف على موضوع يعني المسعف وشون المركز يتشلبون بالشخص اللي جاب لهم المصاب. يا اخوان بكل هداوة لازم يعني شخص يشهد لك، احنا حتى نكون واضحين وياكم، اي شخص يوصل شخص لازم يستفسرون من عنده انه هذا الحادث شلون صار، من المسبب، من الاطراف. يعني ابو المركز ما ممكن انه اليوم تودي مصاب انت ويقول لك روح، يعني ما يعرف اي معلومات عنه. هو المصاب لازم انت اللي وديته تنطي معلومات عنه. شلون تنطيها؟ يا اما تستعين بدوريه المرور اللي موجوده، او تستعين بدوريه النجده، او تستعين باشخاص شهود ضمن المنطقه، او سائق او احد الاطراف اللي موجودين بالمركبه. هنا راح يقدرون ينطونك المعلومات ويسندون يعني كلامك، وبهاي الحاله ما راح يتشلبون بيك، راح يبدوا لك المساعده، بالعكس يشكرون منك على ان انت نقذته. الاخ عندنا يقول منطقه الهنديه موضوع السده، طبعا انا راح اتواصل ويا الاخوان في بلديه الهنديه بالاضافه الى السيد قائم مقام الهنديه. هاي صار اكثر من اتصال يجيني من هاي المنطقه حول المطالبه بمجسر لعبور المشاة والطلاب بالتحديد. ان شاء الله يعني راح اتابع وياهم على الحلقه القادمه، راح تشوفون تقرير مخصص عن هاي المدرسه، وراح يكون وياي اكيد يعني الاساتذه اللي موجودين في هذا المجمع بالاضافه الى السيد قائم مقام والسيد مدير البلديه. طبعا الاخوان
يقول ليث من النجف، عندي سيارة رقم حمل ومن شهر 12 لحد الآن أنا ما مستلم رقمها من بابل. طبعا بالفترة اللي مضت كان يعني ماكو لوحات، حاليا لا اجت اللوحات ولكن بشكل دفعات. التعاقد الأخير لمديرية المرور العامة مع وزارة الصناعة تم تعزيزنا باللوحات للخصوصي، تم هسه الاكتفاء بكل المحافظات ما عندنا مشكلة بها. أي شخص عنده مركبة خصوصي ما مستلم لوحة يراجع حتى يستلم اللوحة مالته. ماكو لوحة تنطبع ويقول لك تعال، لا هنا تروح لمدير المجمع تقول له أنا هاي سنويتي وأريد اللوحة مالتي، راح يوقع لك على الطلب ويحولك للشعبة المختصة اللي هي طباعة اللوحات، وهنا تقدر تستلم اللوحة مالتك بشكل مباشر وطبيعي. عندنا الأخ عبد الباقر من بغداد يقول سيارة موديل 95 طلع عليها مشكلة المسجلة اللي هي مسجليها 4 سلندر وهي بالأصل 6. حجي تأخذ كتاب من المرور إلى الجمارك وتروح للجمرك، الجمرك راح يفحصون المركبة مالتك ويسوون لك تصحيح لكتاب التسجيل مالك وترجع للمرور، وهنا أنا بالتجديد راح يعدلوا لك يعني الرقم اللي موجود من 4 إلى 6 سلندر وتكمل إجراءات البصمة بشكل طبيعي. يعني الكتاب من يعني من مديرية المرور إلى الجمرك. الأخ حسين يقول عندي سيارة دخلتها بموديل 2020 أو فوق الموديل 2020 وبعدين اجيت يعني سجلتها وكملت إجراءات ما بها مشكلة طبيعية، من ردت أنقل الملكية قالوا لي يابا عليها كتاب أكو نقص بدفع الجمرك. يا أخوان أكو بعض المستوردين يستخدمون موضوع التخفيض اللي موجود بالجمارك، أكو 15% وكو 25% حسب ما أعتقد، هنا يدخلوها على ال 15% وبعدين يدزون بها كتاب رسمي من الجمارك. مديرية المرور ملزمة تنفذ الكتب اللي تجيها من المحاكم أو من الدوائر دوائر التنفيذ، وهنا راح تكون يعني راح يصير عليها إشارة تروح إلى شارع النضال في بغداد تدفع الفرق مال الرسم مالتها وينطونك كتاب إلى مديرية المرور العامة، وهنا ترفع الإشارة بشكل طبيعي ما بها أي مشكلة. الأخ أبو فاضل من الديوانية حكينا بموضوع الدراجات أنا وياه بشكل مباشر، موضوع الدراجات إن شاء الله في كل المحافظات سيتم معالجتها على اعتبار أن القرار ينتهي يوم 10/12، وبعد هذا القرار راح تبدي مديرية المرور بشكل مباشر يعني تحجز الدراجات اللي ما رقموا. فيا أخوان نصيحة أخوية، رقموا دراجاتكم، رسمها 150 ألف دينار سواء كانت بها أوراق أو ما بها أوراق، هاي فرصة استثنائية. نور من النجف يقول الدراجة حجم 60 اللي هي يطلق عليها ذبانة أو بطة أو مسميات أخرى، أي دراجة 40 سي سي صعودا يعني حجم المحرك 40 وصعودا 40 50 60 70 ايش قد ما يكون حجم المحرك تسجل في دوائر المرور. إذا ما بها أوراق هنا أنت أكو فترة اللي هي حاليا فترة الإعفاء من شهر 9 لحين شهر 12 تقدر تراجع وتكمل أوراق الدراجة مالتك. شلون تكمل؟ تأخذ الدراجة وتروح إلى مديرية المرور، إذا أنت بالنجف تروح للمرور للمجمع الوطني مباشرة، طب للمجمع يفحصون الدراجة مالتك، تسحب استمارات ويفحصون الدراجة مالتك، يثبتون معلوماتها ومعلوماتك ومستمسكاتك، تكمل هنا المعلومات بشكل مجاني، دينار ما تدفع في دوائر المرور بداية ترويج المعاملة، أي شيء ما تدفع، مجرد أنه تأخذ الاستمارة وكتاب رسمي. طبعا واكو تسهيلات للموضوع انه الكتاب تاخذه باليد الى هيئه الجمارك مو بيد المعتمد، يعني هاي هنا بعد ممكن انه تكون اسهل على اعتبار انه انت ما تنتظر المعتمد وما تروح دفعات، لا بيدك كمل الكتاب ما يطول نص ساعه وتتحول الى الجمرك، تروح للجمرك بالنجف جمرك الدراجه مالتك شوف رسمها ايش قد راح يكون، تدفع الرسم ويسوي لك تصريحه جمركيه كتاب تسجيل، وهنا تنتظر خلال شهر راح يرجع لمديريه المرور. بهاي الفترة أنت حتى إذا انتهت المدة مالتك عندك كتاب تسجيل بالإمكان تراجع وتسجل دراجتك، بس إذا انتهت المدة ما راح تقدر تسجل الدراجة وراح تبقى الدراجة مالتك أشبه بالكلك أو اللي هي ما تحمل أوراق أو غير رسمية أو غير قانونية. طبعا خضر من نينوى يقول عندي سيارة موديل 13 وما أعرف صاحبها وين والمالك مالتها شنو الإجراءات اللي أسويها.
طبعا يا أخوان أي شخص عنده سيارة وما يعرف المالك وين بالإمكان يراجع يا أما مديرية المرور ويطلعوا له رقم تليفونه ويخابروه، وإذا ماكو رقم تليفون بطاقة السكن أو المستمسكات اللي موجودة يبحث عنه، إذا ما موجود هنا يروح يراجع للمحكمة مباشرة، يروح لقاضي التحقيق، وهنا أكو إجراءات وفق قانون المرور قانون 8 لسنة 2019 خول مجلس القضاء الأعلى بمنح سلطة قضائية للقضاة ينقل الملكية دون الرجوع لصاحب المركبة إذا كان ما متواجد، يعني تراجع للمحكمة حتى تكمل إجراءاتك. حسين من النجف يقول عندي سيارة موديل 22 لحد الآن ما مستلم لوحاتها. أخ حسين راجع إذا رقمها بغداد راجع إلى بغداد، أكو لوحات حاليا متوفرة في كل المجمعات، اللوحات الخصوصي متوفرة وبيوفرة، يعني مو على قد الاحتياج، لا أكثر من المقرر حاليا. الموقف جيد جدا بالنسبة للوحات الخصوصي، أي شخص ما مستلم لوحات يراجع حتى يستلم اللوحات مالته. حسين يقول عندي مركبة كركوك، المركبات الكركوك بالإمكان تراجع إلى مديرية كركوك، أكو لجنة يعني مخصصة لهذا الموضوع وبالإمكان تراجع حتى يكملوا لك إجراءاتك. أعزائي المشاهدين طبعا جاوبنا كل الأسئلة، شكرا لكم، شكرا لكل من ساهم وساعدنا بإنجاح هذه الحلقة، شكرا للأخوة المتصلين، نعتذر من الأخوة اللي ما قدرنا نتواصل وياهم، إن شاء الله بالحلقة القادمة راح نتواصل أنا وياكم بالأسبوع القادم بنفس الموعد الساعة 9. كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم المقدم الحقوقي رياض عبويس الحمداني، مدير العلاقات والإعلام في مرور كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.